وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد وصل إلى الرياض اليوم في زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وكان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصولهم مطار قاعدة سلمان الجوية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسعادة محمد سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة، وسعادة الدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر سفير المملكة لدى الإمارات.